السلام عليكم. شو بيردي زاد كالعادة معكم مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. لي زابوني لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيردي زاد، قناة اللي نعطو معلومات اللي نصحوا المعلومات لهذا المحللين، محللين لي نورمالمون نحبسوا كلش حتى ينقرضوا هذو اللي ما يستاهلوش باش 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 يهضروا على كرة القدم، اللي يحطموا كلش. هذا نورمالمون الناس تحاسبه على المولودية، من دو ميتريز هو في المولودية قاضب لجان، استعطى المولودية من لجان. هذا الإنسان هذا بالشيخ هذا اللي هنا. هم ما يطردوش غير هاك، أروح قدامنا نطردوك، أروح شو عطينا شكاين، وتهدر نفدقوك. باش نزيدو نتكلمو، هذا بو حنيكة حقو ما يهدرش، هذا بو حنيكة حقو ما يهدرش. نهار اللي مات إيبوسي قال لهم الجماهير عندنا يدخلوا الخدامة في الكاسكروطات، قال هذاك السعودي مي كان في السعودية في قطر، قالها في قطر السعودي، قال له انتوما شعب همجي. بو حنيكة قال له كيما هكا ماشي قاع، هذا بو حنيكة حقو ما يهدرش. قبل ما نبداو حنا الموضوع تاعنا جمال بالماضي ينجح في 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 إعادة، ما نقولوش ماتشني، في إعادة الروح المجموعة للفريق، روح المجموعة للفريق باش نعطو نوضحو. ماتشني جمال بالماضي مشى قانع به، خاطش عليه لعب في ظروف، في ظروف ما حقوش يلعب. باش ندخل لكم ليه في رسالكم، حنا قبل ما نبداو نترحموا على شهدائنا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وجي الشعب معاك يا بالماضي، وخليها تصدي هذه الاتحادية، اتحادية اللي ما عندهاش أي مبدأ، اتحادية ليس برجال فيها، ما فيهاش رجال. خاطش كوميتي ماتش البارح قالوا تلعب بالسيف على بك، العادي تلعب تدخل، كون كاين رجالة ما تلعبش البارتي البارح وندو الماتش، خاطر على ما كاش كاين الامن، ما كاش كاين لومبيلونس، وما كاش كاين، ما كاش كاين المقابله بدون ظروف مريحه. تصيب بالشيخ يقول لك نورمالمون طايدر، ونورمالمون شفت واحد محلل قال لك انا محلل، قال لك نورمالمون طايدر بن طالب، طايدر يخرج بن طالب يخرج. هذه خطه هما كي كانوا يلعبونا بطروا لين الراولي، ويلعبوا لي كونتر اتاك، عندهم زوج كانوا زوج خفاف يلعبوا لي كونتر اتاك. قعد بن طالب ما ولاش يطلع، بن طالب ما ولاش يطلع، بن طالب كان يلعب مع ابراهيمي ويلعب مع غازال اللي تشوف بارتي غير بالتالي، كان يرد البالون كان يردك انت. طايدر ما لعبش، قال لك طايدر ما دعمش الهجوم، طايدر كان يلعب في لاتاك، وين يلعب طايدر؟ هضروا على بن سبعيني، ما كاش اللي جبد، انا مخلوع، ما كاش اللي جبد بن سبعيني، لافو تاع البنت تاعو ما كاش اللي جبدها، هاني مخلوع انا قارعي، واحد اللي جبد بن سبعيني ويزيدوا شي يجبدوا لك. هذا كويسي قال لهم هو باش يخبرش، قال لهم النجمه ما داروهاش، النجمه قولوا زاتشي، روحوا قولوا الحداد، روحوا قولوا لسيادكم اللي تخافوا منهم ما تبغوش تجبدوهم، روحوا قولوا لذوك. ميك هذيك النجمه شكون اللي جبدها؟ ماجر جبدها في الكوب ديموند، مينو ما يعرفش الفوتبول وعايش في عهد القديم عصر الحجري في الكوب دي موند، بغانا نديرو النجمه. هيا راحت النجمه كيما ما تندارش النجمه، كيما مي لعبوا كوب دافريك 2017 مي كان سيد الحاج محمد راو النجمه كاينه، هو ولا يقول كيفاش ما كاش الكاليفيكاسيون تاع كوب دافريك، كنا نديرو النجمه، كاليفيكاسيون تاع كوب دي موند ما نديروش النجمه. هذه لازم كاع الناس تعرفها، هذو جاو ولاو يغلطوا في الشعب، ولو يغلطوا الناس هذو يكذبوا. البارح نورمالمون تندار النجمه، النجمه على ما داروهاش، حنا دروك نقولوا كيف ما داروش النجمه؟ بصح وين راهي؟ روح در مع زاتشي، الا انت راجل قول له زاتشي وين راهي النجمه؟ على ما ديرش النجمه؟ حكيم الدين وين راهي النجمه؟ على ما ديرهاش؟ هذه نستعرف بكم، بصح ماشي تقولوا لازم تحقيقات التحقيقات عن زاتشي، زاتشي هذه النجمه صحيح، ها التحقيقات على تروحوا تلعبوا لازم تحقيقات ولازم يجي غادي كي
ثم جيه ثم قام شي رجاله ثم والله ما رجاله قاع طردوكم قام لي زيكيب قاع طردوكم قاع طردوكم لي زيكيب روحوا خدموا ما كان يظل لي انا يا نورمالمون دير لها هكا ونورمالمون تلعبها مليح باش يخبي راك عارف بلي راهي ساهله ولعب ابتدائي هكذا بايكيب روح البس سيرفات وكذا بايكيب لعب ابتدائي ها روح اقضب هاي لمسيه روح انت كو صابوك خدام صح وصابوك وصابوك تقضب تخدم وكلش لمسيه كو ما طردوكش انت اونسيا لعب انت كنت دير تيبو كنت دير تشكتشوكا المالاوي اي مليح ضربك البارح خلعتني بالشيخ قلت له المالاوي احسن فريق حوس لك على الفيديوهات تاعك وما عنديش الوقت باش نلها معاك بزاف والله ما عندي الوقت تما يراني نفكر المالاوي احسن فريق لي زوطو احسن فريق تما تما اللي يربحوهم لي مصر تربحهم احسن فريق مروك تربح احسن فريق ما تونس تربح تما تونس اللي تلعب كونت لو كانت تلعب كونت شيشل احسن فريق تما نتوما كنتو بكري كنتو تحطمو انت كنت دير تشكتشوكا كنت دير من كنت دير من بصح كنت اليمينا انت كنت اليمينا مع اثيوبيا اليميناتك اثيوبيا الزيمبابوي تونس 78 تونس سماوك لعاب تاع سيرك سماوك لعاب جونك لعاب تاع سيرك هذا تغلط في الناس ولا عليه على تكذب هو قول صح هو قول صح بلي اهدروا على كيفاش علاش تلعبت البالون اللي انتوما انتوما تلعبوها الدور ساعة ولا ساعة ونص انتوما تهدروا بصح ما هدرتوش صح علاه لعبوا نورمالمون كوما لعبوش علاه لعبوا كنت قدتو الاتحادية خاطش الاتحادية خايفين من الحداد وخايفين من زاتشي ماشي خايفين من زاتشي وحداد خايفين من اللي قاض من اللي يحكم في حداد وزاتشي هذه مكان انتوما ما تحشموش لاعبها جاي مع بالماضي بالشيخ لعبها جاي مع بالماضي ويطاكي في اللعابة انا الا تكره بوي غير يكرهني معه ولا تكرهني انا اكره ولادي ولا تبغيني انا وتكره تبغيني انا وتكره ولادي لا انا اكرهني انا وكره ولادي ما نقولها لك ديرك وانا نجي مع ولادي ما نجيش معك بالماضي غادي يجي مع اللعابه ما يجيش معك تايا خاطر بالماضي اللعابه موافقين معاه الا اللعابه ما وقفوش معاه فانيك بالماضي ما ينجحش بالماضي يمشي مع اللعابه ما غاديش يمشي معك انت دخل لي في راسك دخلوا في الموضوع تاعنا جمال بالماضي ينجح في اعاده الروح المجموعه للفريق عادة الروح التي كان يتميز بها المنتخب الوطني بعد أن غابت عن اللاعبين الخضر في وقت سابق فبالرغم من تعادل ضد زومبيا غومبيا إلى أن الجميع أشاد بالإرادة التي ميزت زملاء إبراهيمي وفي كل التصريحات سواء من اللاعبين أو الطاقم الفني وأكدوا أن المباراة غومبيا كانت فرصة لإعادة الروح شكرا شو اللعب شو الناس اللي تخمم كانت فرصة لإعادة الروح والتلاحم من جديد بين اللاعبين في تكوين أسرة في غرف الملاعب غرف الملاعب أهم شيء في كرة القدم الناس اللي تعرف وهذا ما نجح فيه الناخب الوطني الجزائري الفريق الوطني الجزائري مدرب جمال بالماضي وعرف اللاعبين أن الجميع مستعد بأن وعزيمة اللاعبين على أن الجميع وعزيمة اللاعبين على أن الجميع مستعد لبداية مسيرة جديدة في المنتخب الوطني الجزائري والنجاح مع المدرب جمال بالماضي الناس اللي نعطوا حنايا حنا شوف نروحوا ونولوا لعابة أني قلتها وقستها اش عمل خطأ إلا عندك شركة وفيها خدامين مساكين يخدموا وعندك مسؤولين في الإدارة اللي يكونوا في الإدارة يكونوا سراق يكونوا يخدموا المصالح تاوحهم هذيك الشركة ديكلاري فورفي لا بغات الخدامة مساكين يباتوا يخدموا اش فانكات وإلا كان عندك مسؤول سراق وفاسد ويخدم المصالح تاعو والله العظيم ما تنجح احنا رانا نهضروا فيها ونعاود لازم التسيير يكون احسن من التدريب
التسيير هو كل شيء. هذه اللي نقولها لكم، لازم هذه الاتحادية تروح، ولازم يجيبوا المجموعة اللي كونها السيد الحاج محمد راوراوا، وهو صادي تصفاوت زبزافي، كاين مجموعة بزاف، كاين مجموعة كونها السيد الحاج محمد راوراوا، ونروحوا للمديرية الفنية، المدير الفنية، ونروحوا نجيبوا توفيق قريشي، توفيق قريشي، ونديروا معاه لاعبين اللي راهم يتكونوا في اوروبا، لاعبين تاع اندرمان راهم يتكونوا في اوروبا، الجيل تاع عنتر يحيى يتكون في اوروبا، باش ندخلو لكم ليه في لسان. وهذا الصحافه لازم يروحوا لونكات اللي داخل بالكاسكروت وداخل كان ينشف العرق للسياده في لي زوتيل، قالت كاين اللي قاعد قاعد بالسربيطه يدور في لي زوتيل ينشف العرق، ميسوي بسود يسيب العود يخرج يحنحن ينشف له عرقه، اما لا لازم قاعد الناس تحاسب. هذه هي، وتحيا الجزائر والمجد والخلود لشهداء الابرار. هذه المجد والخلود لشهداء الابرار، شت واحد قال لي المجد والخلود الا لله، انا مؤمن بربي ومؤمن بش نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ومؤمن بالسنه النبويه، وكي نقول الشهداء، الشهداء فانك منزولين في القران، انا مانيش نقول المجد والخلود الواحد حي، راني نقول على شهيد، شهيد اللي حارب الكفر من اجل الاسلام ومن اجل حريه البلاد تاعه. هذه هي، تحيا الجزائر.